السيد النائب الدكتور علي جمعه رئيس لجنه الشؤون الدينيه. بسم الله الرحمن الرحيم. رساله الى المراه الفلسطينيه، الى ام الشهيد. انت من اهل الجنه، كل هؤلاء الشهداء يأخذون بيد آبائهم وأمهاتهم إلى الجنة، فاصبروا وصابروا واثبتوا وثابروا حتى يأتي الله بنصره. ورسالة إلى الحكومة الإسرائيلية من تحت هذه القبة المباركة، يبدو أن الدولة أو الكيان الصهيوني قد شاخ، وقد جاء وقت الزوال والرحيل، وأصابكم شيء من الزهايمر، لأنكم لا تعرفون مع من تتعاملون وتنسون قبل أن تفعلون. رسالة إلى الجيش المصري، الجيش الغربي، الجيش الذي بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في رباط إلى يوم الدين، هم وأهلهم. اعلموا أن المكون الأساسي لعقولنا ونفوسنا وشخصياتنا، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ومن المكونات التي تكون نفسيتنا كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. من مكوناتنا: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. رسالة إلى هذا العالم، أريد أن أسمع من واحد منهم ما الفرق بين الذي تصنعه تلك الكيانات الصهيونية في فلسطين وبين ما فعله هتلر. إبادة جماعية، اعتداء على المدنيين، فساد في الأرض وطغيان. نفوض فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومي المصري، وللوقوف صفاً واحداً مع القضية الفلسطينية التي هي قضيتنا. والحمد لله أولاً وأخيراً. شكراً.